النوم في هذه الدنيا فقط، بعد أن تخرج الروح من الجسد لا نوم بعد ذلك، حياة أبدية تبدأ بالبرزخ وتنتهي بيوم القيامة. يوم القيامة بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. حياة البرزخ هي إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. البرزخ وهو القبر الناس فيه على ثلاثة أحوال. الحال الأول حال المؤمن التقي، فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فيفتح له باب من النار، ثم يقال له: هذا مقعدك من النار لو كفرت، ثم يغلق فلا يفتح بعد ذلك أبدا. ثم يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ويسعد ويرى مكانه في الجنة، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، حتى يدرك هذا الشيء، ويظل في نعيم في قبري حتى تقوم الساعة فيدخل إلى جنات رب العالمين.